من أحاديث الفتن ما جاء في سنن أبي داود أن حذيفة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فما العصمة منه؟ فقال: السيف، يعني أن هذا الشر يدفع بالسيف. وفي رواية عند أبي داود: فقلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الشر من خير؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، جماعة على أقذاء وهدنة على دخن. والجماعة على الأقذاء هم الذين تشوب قلوبهم بعض الشوائب، فإن ظواهرهم ليست كبواطنهم. قال: قلت: يا رسول الله، ما الهدنة على الدخن؟ قال: قلوب أقوام لا ترجع إلى ما كانت عليه.